السلام عليكم الاخوه الاخوات. المهم بالنسبه للسكن ديال محمد يا مهم عليك، وانا باقي كنستقبل المساعدات. اللي عنده شي حاجه غادي يصيفطها مرحبا بك. مهم عليك كتشوف معنا، راه حاليا المركز هنا في شارع المقاومه اون فاس مع تريدو دو ماروك، حدا فضاء الوحده، حدا القهوه ديال فضاء. المهم راني حنا حاليا المركز هنا كنستقبلوا يعني المساعدات ديال الناس اللي غادي تمشي للمناطق المنكوبه. المهم كما كتشوفوا معنا المواد الغذائيه، كاين الاغطيه، الافرشه، الالبسه، المهم بزاف ديال المسائل ديال الحوايج يعني جابوها الناس. الله يجازيهم بخير، الله يجازي المحسنين. هذا الشيء عمل تطوعي لله في سبيل الله، وكنتمنوا يعني جميع المناطق والمدن اللي قريبه لدوك المواقع اللي يعني المنكوبه يعني يضافروا الجهود، يتكاتفوا وتعاونوا الناس، الله يجازيهم بخير. المهم الحمد لله كنشوفوا يعني قوافل بزاف يعني في المدن المغربيه تضامنوا وصيفطوا مساعدات. المهم كاين بعض المناطق يعني اللي من كوبا باقي ما وصلت حتى شي حاجه، كنتمنوا يعني التوزيع العادل لهاد المساعدات. تحياتي لكم والله يجازي المحسن. ولا يجي المساعدات مرحبا، انتما دايرين مركز هنايا كنجمعوا يعني التبرعات ديال الناس، مساعدات، مواد غذائيه، يعني افريشه، أقمشة، ألبسة، أي حاجة، مهم أغطية. المهم الناس ديال ديك المناطق محتاجين بزاف ديال المسائل، المصابيح كذلك، مواد ديال النظافة، مواد ديال التنظيف. المهم الله يجازيكم بخير، الله يجازي المحسنين. المهم اللي غادي يساهم شي حاجة يجيبها في أقرب وقت. يعني حاليا هنا في المركز في شارع المقاومة أونفاس مع كريدي دو ماروك، والله يجازي المحسنين. هانتوما الاخوان، المهم الناس راه باقيين كيجيبوا المساعدات. شكرا، الله يجازيك بخير، الله يرحم والديك. المهم الناس راه باقيين كيجيبوا المساعدات، الله يجازيهم بخير. المهم هذا الشيء اللي كيحتاجوا نيت، يعني هاد الاغطيه، هاد سميتو هاد الافريشه، هادي مهمه لدوك الناس، الله يجازيهم بخير هاد المحسنين. الله يجعل هاد الشيء في العمل، هاد العمل هذا لله في سبيل الله، الله يجعلو ليهم في الميزان ديال الحسن ديالهم خير الحمد لله. وحنا باقيين كنستقبلوا المساعدات ديال الناس باش هاد الشيء ان شاء الله نديروا شي انطلاقه، نوزعوا هاد الشيء على الدواوير او الدوار اللي غادي تستهدف. ايوا نتمنوا ان شاء الله جميع المحسنين ديال يعني المدن اللي قراب يعني دوك المواقع يعني يتكاتفوا ويتعاونوا ويديو مساعدات لدوك الناس، الله يجازي المحسنين، الله يجازيهم بخير.